مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشه، مراسله محافظه الغربيه ومن احدى اللجان الانتخابيه في مدينه المحله الكبرى. رصدنا يعني امنا كلنا اللي جايه رغم تعبها، رغم ان هي مش قادره تمشي، ولكن هي جايه علشان تضلي بصوتها، جايه بالكرسي. طبعا يعني هي كانت ماسكه الاول العصايه، وبعد كده طبعا عشان احنا اللجان موفره كافه يعني نقدر نقول الراحه للناس اللي جايه تدلي باصواتها، قعدناها على الكرسي الجميل ده، وهي رغم كل التعب جايه يعني في حب مصر. ماما سلامتك، الف سلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك. ولا تقيل عليكي؟ لا ده حلو قوي، ربنا يديكم الصحه كلكم، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يبارك لنا فيكم، ويبارك لنا في الشباب اللي زي الورد بتوع الجيش دول كلهم، والله ويبارك لي فيكي برضه وفي ولادي، ويصلح حال الدنيا كلها يا رب. ربنا يديك الصحه. دي بنتك؟ اه بنت الدكتوره، دكتوره كبيره في الجامعه، معلماهم معلماهم علام حلو، ده هتبقى عميده ان شاء الله قريب. امين يا رب. طبعا لا لا حقيقه، لا لا ده حقيقه. تمام. اه حقيقه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. انت مش جايه، مش قادره تمشي، ومع ذلك حريصه انك انت تكوني موجوده. صدقي بالله انا بحلم باليوم ده كل شويه، اقول لها ايه يلا قوم، انا اللي مصحياهم، يلا عشان نروح الانتخابات يا اولاد، يلا عشان نروح. وهي وساعدتني بقى، بتلبسني وبتعملنا، الله يبارك لها، الله يبارك لها بصحتها يا رب، وفيكم انتوا كمان. يعني انت برغم يا ماما ان انت تعبانه كده ومش قادره انك انت يعني حتى تمشي، ومع ذلك جايه بالعافيه وجايه. والله نازله السلم عندي، احنا في ثاني دور، نازله السلم بالعافيه والله، وسندونا على ما ركبوني التوك توك، خدت بالك؟ واني فرحانه، فرحانه كمان ان انا شفتكم وشفت الشباب الجميل ده، وربنا يخلي السيسي يا رب، ويخليلكوا ولادكم، ويخليكم كلكم، ويديكوا الصحه. كام يا ماما؟ انا في الدور الثاني. بس انا ما بنزلش بقى، تعبانه ما بنزلش. هم جايين شايلين. ولادي الله يسترهم يا رب. والكبيره بنتي ديت دكتوره كبيره في الجامعه، معلمهم كلهم علام حلو، انا على قد بس معلمهم علام حلو، كلهم متعلمين، اللي دكتوره واللي مهندسه واللي ماسك حاجات حلوه. معايا انت كنت بتقولي انا من زمان وانا قاعده مستنيه اليوم ده. والله والله ما بنزلش فيك شر المرض، انا ما بنزلش تحت خالص، ولادي مش مخلين عايزه حاجه صراحه، الاكل بيجيبوه معمول جاهز ويجيبوه لي في قلب البيت، البنات والصبيان ربنا يبارك لهم، معايا 2 صبيان وربنا يبارك لهم، الكبير والصغير الاثنين، احن والله احن منهم ما فيش. ايه اللي خلاكي رغم ان انت تعبانه ومش قادره تنزلي، انك انت يعني تتغصبي كده على نفسك وتتغصبي على صحتك عشان تنزلي؟ انا فرحانه، فرحانه ان انا هنتخب السيسي، انا فرحانه والله، والله فرحانه، بقول ده هو احسن من غيره 1000 مره، احنا ما مش ضامنين اللي هيجي شكله ايه، لا هو احسن بقى، انا والله بتكلم من قلبي، ما حد قال، ما حد لقمني، فرحانه ان انا ايه اللي يعني دوة احسن من غيره 1000 مره، عمل لنا حاجات حلوه واحنا بناخد معاش حلو ومبسوطين الحمد لله. احمد كم سنه؟ انا عندي 70 سنه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك، داخله في 71 كمان. ربنا لسه شباب. لا لا ما تقوليش بقى شباب، والله شباب وزي لا لا لا، ده انتوا اللي شباب وجمال. في ناس يقولوا لك ايه احنا مش هننزل؟ لا ما ننزلش ازاي؟ لا ينزلوا، ما ينزلوش ليه؟ هو اليوم الوحيد اللي يعني شو اليوم العيد ما بنزلش، اروح لحد يعيد عليه، هم يجوا يعيدوا علي، انما النهارده يعتبر عيد اهو، يعني بقى لي سنين ما بنزلش من نهار ما الراجل مات، الراجل بتاعنا ميت بقى له 3 سنين اهو، وتصدقي بالله وحياه الصباح الصبح على ام فتح، ان كنت كنت يا ده الراجل كان بيحبه قوي، يقول ده الراجل ده احسن من غيره 1000 مره، هو ميت بقى له 3 سنين، والله العظيم زي ما بقول لك كده، أنا ما بكذب أبداً في الكلام ده. ما بتنزليش ولا تروحي في حتة ولا، وذلك مع ذلك قررتي إن أنت تنزلي النهارده. النهارده عيد بقى أهو. والله في العيد ما بنزل، أروح لعيالي ولا حد، اللي عايزني يجيني، يجيبوا لي الأكل معمول جاهز، البنات والصبيان ربنا يخليهم الاثنين، والله رب حنية الدنيا فيهم. تقولي إيه للناس اللي مش عايزة تنزل؟ ليه ما ينزلوا؟ ما ينزلوش ليه؟ ينزلوا ويتبسطوا، لا إله إلا الله. ما شاء الله، عايزين زرغوطه، نعرف نزرغط ولا احنا والله ما بقى ما بعرفش والله نعرف ما بعرف
دي سكر خالص. والله ما بقى ده انتوا اللي سكر وكلكم سكر، وربنا يبارك لنا في الشباب اللي زي العسل دول كلهم وبتوع الجيش كلهم والله زي الفل. اللهم تقولي كلمه كده للشباب اللي مش عايزه تنزل، قولي لهم رساله. لا بينزلوا كلهم بينزلوا، ما حدش ما بينزلش، الشباب كلها بتنزل. اللي احنا بخير. اللي احنا بخير والخير ابو ربنا الحمد لله. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ ربنا مدينا الصحه ومدينا معاش وربنا مبارك لنا في عيالنا متعلمين علام حلو كلهم. معايا فوش عدو خمسه معلمهم علام حلو مش اي كلام يعني. ربنا يخليهم لك. انا عايزه كده كلمه مع الدكتوره. مع الدكتوره اللي هي بنتك. تعالي اتفضلي هنا جنب ماما. ربنا اديلها بقى المايك يا ماما. خدي يا حبيبتي. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا رب. يعني انا شايفه ماما اساسا جايين انتوا شايلينها. كلميني كده ماما قالت لك ايه علشان عشان تيجي النهارده؟ يعني ده ماما منزلاني اصلا من الصعيد عشان تنزل اول يوم. انا اصلا شغلي مش هنا، شغلي بني سويف، لكن طبعا منتظرين يوم الانتخابات بفارغ الصبر كلنا نازلين. وماما مأكده عليا وبابا الله يرحمه برضو. بابا ميت 73 سنه لغايه اخر وقت كان بينزل ينتخب، وبرضو كان بقى تعبان وبينزل، وخلاص احنا طبعا مكملين المسيره وربنا اداها العافيه اهوت الحمد لله. كانت قالت لك ايه؟ عشان ده مجهزه اللبس من كام يوم، واحنا كنا نازلين على فكره امبارح. انا اتصلت امبارح بالولد عشان يجيبنا. بقول له يلا تعالى عشان تودي ماما ننتخب. بيقول لي ده بكره يا دكتوره. بقول له لا النهارده، امبارح والله بنحسب امبارح. لا ده ماما يعني لا بكره. ده الصحه انتوا شايلينها فعليا وهي جايه. الحمد لله الحمد لله. طب انا عايزه اخد منها كلمه. قلت لك انا حاطه اللبس جنبي لان انا ما بتحركش. لا انا عايزه الكلمه دي منك يا ماما. ايوه يا حبيبي. انا حاطه اللبس والله العظيم، حاطه البتاع الطرحه والعبايه جنبي مني. وقلت عشان ما اقولش لحد ناولني ولا عاملني اهي، تبقى جنبي تحت والله تحت دماغي. وهي بتحسب الانتخابات كانت امبارح، وبعدين قلت لها لا ده بكره. قالت لي خرس عليك اللي انت فاكره. قلت لها فاكره. قلت لبنتك ايه؟ قلت لها ربنا يبارك فيها يا رب، ويا جاي من الصعيد مش من هنا. النهارده شايفاني ليلك ايه؟ والله انا ما بنزلش. وانا بنزل والله ما بنزل تحت خالص. هم ربنا يبارك لهم في صحتهم وفي عيالهم وفي رجالتهم، بيجيبوا لي الحاجه لغايه البيت. النهارده عيد. النهارده عيد ماما، انا ما بنزلش النهارده العيد بقى. عيد موجود. اي الله يخليك يا حبيبتي. ده انت عسل يا حبيبتي والله. ده انا اللي بشكركم والله. مش هعطلك بقى، هتخش تقولي دلوقتي تبني بخوتك. بشكركم كلكم والله والله. ده انا مبسوطه والله قوي والله قوي قوي اللي انا شفتكم. انا كمان مبسوطه بالله اللي انت زي بنتي بالظبط اهي. يعني دكتوره قد الدنيا في الجامعه ما شاء الله عليك. الله يخليك. يعني انت اسمك الاول؟ أنا اسمي كوثر العسوي عوض محمد. حاجة كوثر. حاجة كوثر يعني الحقيقة ربنا اداها الصحة، عندها 70 سنة ومع ذلك حريصة إنها تيجي وتضلي بصوتها. مش بس كده، هم جايين هي وبنتها جايين شايلينها بالفعل علشان تضلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية. وبتقول النهاردة عيد. النهاردة عيد لمصر كلها حقيقة. يعني هي نموذج محترم، ويعني نقدر نقول بقى للشباب اللي بتقول مش هننزل، لا بصوا شوفوا الحاجة كوثر هي نموذج اهو. مشكور جدا. شكرا. تابع موقع تحيا مصر. شكرا والى اللقاء. شكرا يا حبيبتي.